من دون أن يقرع بابا أو يستأذن أحدا، اكتسح الزائر الأبيض كل المناطق اللبنانية وفرض نفسه ضيفا أساسيا على القرى والبلدات الجبلية. فقصدناه من بيروت وتوجهنا إليه بهدف إلقاء التحية، فبادلنا ذهبا أبيض انهمر بغزارة. في طرزة أول قرية في قضاء بشري كانت المحطة الأولى، حيث كان عاشقو الثلج في الانتظار. شو خبرني، شكلك مش قاشع تنزل. لا، مع المساحات ما بعمل لحق. من وين جايين؟ من طرابلس. جايين خصوصي هلا تتعملوا أرجيلي هون؟ ايه عبالنا. كثير حلو التاس. الضيف الأبيض غمر المنازل والشرفات وكل من صادف في طريقه. وأكيد عم تتساءلوا شو في بهاللقطات؟ هولي سيارات. ونحن مثلكم. بلا، هولي سيارات. الطرقات الفرعية غمرتها الثلوج فعزلت سكانها عن الخارج وبدت الوسيلة الأسرع للتنقل كما تشاهدون. نهاية الأسبوع الأبيض شارفت على نهايتها، والسكان بغصة اضطروا إلى جرف الثلوج للعودة إلى أعمالهم ومدارسهم في الصباح. يعطيك العافية، شكلك عم نجرب تطلع على السيارة. عم نجرب نفتحها لأنه صار لها 3 أيام مزروبة. لكم 3 أيام بهالحالة؟ تقريباً. هي شتوية أول أدائكم مش شايفين مثلها؟ سنة والله صار لها شي 10 سنين وانا جاية الشتوية. لكن وقبل العودة لا مانع من ممارسة بعض الهوايات. خبرني شو عم تعمل؟ مثل ما شايفة مبسوطين بالثلجات. كيف الشتوية السنة؟ مثل ما شايفة بتجنن. الساحات تحولت إلى ملتقى عشاق الثلوج الذين افترشوها غير آبهين بحرارة الطقس التي تدنت إلى ما دون الصفر. مشوا؟ إيه عم تمشى تحت الثلجات. إيه أول ثلج بتعملها هالقد عن جد تعقد. صحيح أن العمل لفتح الطرق بدا وكأنه خلية نحل لا تهدأ، لكن التقصير في فتح الطرقات الفرعية بدا واضحا أيضا. في نقص شوية بالآليات يعني، بس الشوفيرية يعطيهم العافية، حرام ما بيناموا يعني. هي وزارة الأشغال لما بتتعاقد مع أصحاب جرافات بتتعاقد مؤخرة، وبعدين الهيئة يعني العقود مش كافية ليشتغلوا يعني، بيصير صاحب الجرافة يشتغل الأساسي. يعني في منهم بيقولوا أنه السنة الماضية ما قبضنا، هلا هي بترجع اهم اصحاب الجرافات يلي هن اولاد البلد. طريق الارز بقيت بدورها مقفله والعمل استمر لحينه من اجل اعاده فتحها، ولان الوصول الى مراكز التزلج كان متعذرا توقفنا هنا. وللتنقل داخل الطرقات الفرعيه لابد من الاستعانه بوسائلنا الخاصه. وهكذا وصلنا الى بعض المنازل. وشو اطيب من فنجان قهوه سخنه على النار. شايفتكم مجمعين حد الصوبيا وعم تعملوا قهوه. يا اهلا. كيف حال الشتويه؟ بتجنن. شي 10 سنين تقريبا. من 10 سنين ما اجت هالعاصفة هيدي، من سنة 88 اجت وحدة مثلها. 98. ب98 اجت وهلأ. يعني بدك تقولي كل 10 سنين. الصليب الأحمر وكل القوى الأمنية بقيت متأهبة لأي طارئ، ونحن بقيت صور الثلج في أعيننا التي استمرت طول الطريق تتأمل بجمال الخالق وتقول عقبال كل سنة والخير عنا يزيد.